كفايه يا باشا، كفايه يا باشا، انا ما عملتش حاجه. ابص ايدك، امرني باي حاجه يا باشا وانا انفذها، انا خدامك. لو قلت لي ارمي نفسك في المال حرمي، بس طلعني من هنا. عشان الهقمره كسبانه. اللورد بنفسه جاي يتكلم مع كلب زيك. عارف اللورد مين؟ مين؟ شاوي باشا زهران. جاي يضيع وقت السمين مع كلب زيك. شوقي باشا زهران؟ ايوه شوقي باشا. عملتك قلقت منام اللورد وعكرت مزاجك. يا كلب يا وشك. كفايه يا حروج. والله يا باشا ما اعرف اللي تبع سعادتك يا باشا. انا لو كنت اعرف كنت سبت اعمل مع البنت ما بداله يا باشا. ولا مش فضيلك وياك تلف وتدور علي. طب تتهجم على البنت ولا ده مرسوم ومتوضب؟ ملعوب ملعوب يا باشا، ولا اللي نفذته. البنت دي جبتها منين؟ لا دي بنت خالتي فعلا يا باشا، وبنت غلبانه تجري رتامه يا باشا. قبضت كام في العمليه دي؟ ثلاث بواكي وقسمتهم مع سيده. ثلاث بواكي يا ناقص. العمليه دي عملتها لحساب مين؟ ها؟ انطق. مصباح. مصباح يا باشا. مين المصباح ده؟ انا معرفوش يا باشا، كل اللي اعرفه اللي شغال في محل في البياصه يا باشا، وكان بيجي يقعد عندنا على القهوه في الماكس، وناس صحابه عرفوني بيه يا باشا. اللي بين مصباح وطلعت معرفش يا باشا، هو عمل فيه مغرز عشان الناس تشوف ان هو ديني وعينه زيغه، وسمعته تروح يا باشا وسط الناس. البت الصايعه دي فين دلوقتي؟ مأمن عليها يا باشا في غيط العنب، ومستنياني اعدي عليها بكره نروح النيابه. هتطلع دلوقتي مع الرجاله تجيبوها وهتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. لو عملت كده هدور لك على طريقه اطلعك بيها من الورطه دي. اي غلطه كلام ملوش عازي التبان الازرق هيعرف لك شو طريق. جيب العواقب سلمي يا رب. طلع ولدي. كيفك يا ولدي؟ جابك يما. كيف ما جيش يا ولدي؟ ان شاء الله ربك حيزر الحق. شد حيلك شد حيلك يا طلع. يا خسيسه يا مقصه، لولا الجيود اللي فيها ده كنت ذبحتك ذبح. خلاص اقعد ساكت يا جدع انت. اوعى تفتكر اني هسيبك، راح بسوني خمس سنين هطلع واجيبك. اعمل معاك. اقعد ساكت. صباح الخير طبعا. صباح الخير. سيدة امين مدفولي. منور شحاتة والساعة. شد حيلك. رجعت عبد الله الجنايني. شد حيلك يا ولدي. رجعت عبد الله الجنايني. يا سعادة كبير كل الكلام اللي عندك كذب في كذب. أنا راجل بخاف ربنا وبرايه في كل خطوة، اسأل عليا في السوق، أجيب ناس يشهدوا علي. اصبر يا طلعت. أنا بس بفهم سعادة الباشا يا بيه. اتهمني بأي تهمة يا بيه إلا دي، ما مدش يدي على مرة واصل. أمال الكدمات اللي عندها دي جت منين؟ أنا ما عارفش يا بيه، اسألها، بس خليها تحلف على قرآن ربنا الأول. هي قايلة في أقوالها إنك أنت تهجمت عليها ولولا وصول ابن خالتها كنت ممكن تنجح في اغتصابها. اغتصاب مين يا بيه؟ اصبر يا طلعت خلينا أتكلم. بيقول لك اغتصاب. اسكت طيب. أرجو من سعادتك تستجوب المجني عليها عشان كلامها هيثبت براءة موكلي. قولي لي أنت ليه بتتهم المجني مجاور شحاتة واشرحي لي اللي حصل منه بالظبط. أنا ما بتهموش يا سعادة الباشا، بس طلعت ما مدش إيده عليا. أنت بتقولي إيه؟ اسكت شوية، ده كلام تاني خالص. أمال إيه سبب اتهامك للمجني مجاور شحاتة؟ يا باشا أنا ما اتهمتهوش، كل الحكاية إن أنا كنت دايخة شوية وعمالة بعيط، ممكن يكونوا هما اللي فهموني غلط او كتبوا كلام انا ما قلتهوش اصلا. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ كل اللي حصل يا سعاده الباشا ان مجاهد ابن خالتي انا كنت واخده منه فلوس وجاي طالبني بيها، ولما قلت له ان انا ما معيش قعد يضربني ويتخانق معايا لحد ما جيسي طلعت وحجزنا عن بعض. مجاهد ده حاول يعتدى عليك او يغتصبك؟ لا يا سعاده الباشا، ده ابن خالتي وبيخاف عليا. ده كلام تاني غير موجود بالمحضر خالص. اظن سعادتك اتاكدت من براءه موكلي، أرجو الإفراج عنه فورا من سرايا النيابة. طبعا، اكتب يلا. يتم الإفراج عن مجاور شحاتة أبو السعد من سرايا النيابة بلا أي ضمان، ويعاد استدعاء المدعو مجاهد عبد الله لمواجهته بأقوال السيدة أمين. يعني نمشي يا بيه؟ خلص إجراءاتك، مع السلامة يا سيدي. قوموا أهلين به.
لك يا طلعت وساوي الشارع. مبروك يا طلعت. شوقي باشا يد الهنا. سعادتك طلعت لهنا كيف؟ كيف شي؟ ما عاوزني في ازورك ولا ايه؟ لا العفو يا سعادة الباشا، ده يوم المنى. انا بس يعني بقول ان المطرح مش قد المقام. لولا التسعة طلعت، وما تنساش ان انا وانت بلديات من بلد واحدة. وفي الحقيقة الحكاية دي شغلت بالي كتير. قلت اجي ابارك لك واتكلم معك. انا تحت امرك. غير خلقاتك وانا مستنيك تحت في العربية، ما تتأخرش. ازاي؟ دقيقة واحدة وراك. كتير باجي المكان ده، كما بكون تعبان وراسي مشغولة وعايز ارتبها وافكر زين. لما بشوف البحر واسمع صوته عقلي بيروق ويصفى. والله يا سعادة البيه انا مش عارف اشكرك كيف على انت عملته معاي. دي حاجة بسيطة، المهم تكون انت تعلمت منها كتير. تعلمت كتير يا باشا. سيادة المستشار عبد الله كان قال لي ان سعادتك عرفت مين الواد والبنت دول ومين اللي وراهم. انا عرفت كل حاجة. الحكاية دي عايزك تنساها. انساها كيف يا باشا؟ لان مفيش حد بعد النهاردة هيقدر يمسك. يعني ايه؟ قصد سعادتك انا لازم اعرف مين دول. ولو عرفتهم هتعمل ايه معاهم؟ هاخد حقي، هتيجي شرهم. عفارم عليك. اكتر حاجه ان البني ادم يبقى له عدو مستخبي ويلقى نفسه بيتضرب منه وهو مش عارف الضربه جايه منين. بس الاخطر من كده انه يكون عاش عمره كله وهو ما يعرفش من اساسه انه اتضرب. الضرب ضربه غيرت مجرى حياته وخلته يعيش حياه زهلاش. ما تستغربش، هتفهم كلامي زين قوي يا مغاوري. مغاوري شحات ابو السعد، شحات ابو السعد اسمي. لما تسمعه ما تنساهوش واصل، حتى لو كان فات اكتر من 30 سنة. سعادتك كنت تعرف أبوي؟ تفتكر يا طلعت أبوك مات كيف؟ مال؟ الله يرحم، خد المرض مني لو هو في عز الشباب. أنا برضه قلت كده. مش معقول واحد في شهامتك ورجولتك اللي ما تقلش عن شهامة ورجولة أجدع صعيدي عاش وسط ناسه وأهله وبلده، بكون عارف الحقيقة وساكت السنين الطويلة دي كلها. حقيقتي مش المرض اللي قتل أبوك. أبوك مات مقتول. بتقولي إيه؟ مات مقتول على يد جعفر العضباوي اللي اتجوزت أمك بعد كده. بتقولي إيه أنت؟ ابويا مات قدام عينيا. قالوا تقول ده حصل كيف؟ حكايه طويله ما يعرفهاش غير ثلاثه، انا وجعفر وواحد كان صاحب جعفر الروح بالروح الله يرحمه عاد اسمه سليم مكي. وقتها كان من ضمن اعمال جعفر نقل الفاكهة وتوزيعها. أبوك الله يرحمه كان شغال على عربية نقل ملك جعفر، كان بيعامله معاملة زينة قوي غير باقي السواقين. لما سألته أنت بتفرق ليه في المعاملة بينهم؟ قال لي أصل شحاتة رجل أمين وجدع. بعدها بأسبوعين ثلاثة عرفت سر المعاملة الحلوة
كان جعفر يعملها لابوك. كنا معديين بالعربية صبتكم، فست والدتك كانت واقفة وانت لسه عيل صغير تلعب جنبها. وقف العربية ونزل منها يديك فلوس، لكن والدتك رفضت بشدة. رجع ركب جنبي وفضل يبص لها، وفي عليها نظرة غريبة قوي. غريبة كيف؟ عرفتها بعدين في قعدة صفا بينه وبين جعفر. اعترف لي انه بيحب ست والدتك ومش قادر يطولها، انها ست شريفة وبتحب جوزها. حاولت كتير اخرج الفكرة دي من دماغ لكن ما قدرتش. كانت مسيطرة عليه ومتمكنة منه. عندنا بيت أنا وجعفر في أول الطريق بحر البلد، كنا دايما بعد ما نخلص شغل نروح ونقعد فيه نشرب لنا حجريان ونروق دماغنا قبل ما كل واحد يروح على بيته. اليوم ده كان عندي شغل في الأقصر وكان المفروض إنها بيت هناك، قدرت أخلص الشغل بدري. قلت لروحي ارجع البلد وبالمره عدي على البيت لو لقيت جعفر اشرب معاه حجرين واحكي له على اللي عملته في الأقصر. لما وصلت لقيت ابوك الله يرحمه طالع من البيت، سلم عليه وقال لي حمدك ما بتحبكش، لو كانت بتحبك كنت جيت بدري. جعفر كان ذبح لنا خروف. سلم علي وركب عربيته ومشي. أنا داخل البيت كان الباب موارب، سمعت سليم بيقول مفعول ما هيبتديش قبل 3-4 ساعات يكون روح البيت وقعد مع مرته وولده. دخلت لمحت سليم بيلم اطباق فيها بقايا أكل. حسيت ان جعفر مش طبيعي، سألته مالك؟ قال لي اي كلام وقعد جنبي مسهم. تاني يوم الصبح عديت على جعفر في الشغل كيف ما تعودت، قال لي ان ابوك مات ولازم نروح نعمل الواجب. واحنا في الطريق عدى على الدكتور اسماعيل حكيم الصحة، كان صاحب الروح بالروح وهو اللي كتب شهادة الوفاة لأبوه وتصريح الدفن. وشفته هو بيديله ظرف ملان فلوس. ساعتها تأكدت أن جعفر عمل عملته، لكن ما كنتش أقدر أتكلم، ما كانش في يدي دليل. وفي نفس الوقت كان صاحبي وبحب الروح بالروح قبل ما يبقى أكبر عدو لي. أمي
امي كيف اتجوزت بعد كده؟ امك مالها الذنب ما ولدتش. بعد موت ابوك الله يرحمه فضل جعفر مراعيها وبيعاملها معامله زينه قوي، لكن ظروفها اتلخبطت وساعتها جعفر عرض عليها الجواز ووافقت، دخل بيها على مرته إجلال كانت من عيلة كبيرة قوي، كانت ست قوية، وعشت انت ووالدتك مع جعفر ومرته وبناته 3 سنين وخلفت منه أخ ليك. في يوم من الأيام سافر جعفر رحلة طويلة للشام، رجع لقي والدتك خدتك وطفشت. أنا ما عرفتش أياميها إيه السبب وهو ما قاليش، لكن فضل يلف عليكم مصر كلها لحد ما تعب وبطل يدور. أمني دلوقتي أحب على هدك، أمني دلوقتي مش قادر أسمعك. وأنا مش هقول لك ولا كلمة، بس تعال أوصلك زي ما خدتك عشان أطمن عليك. لزين